توجه الى السيد رئيس البرلمان المحترم والسيد رئيس الوزراء المحترم والسادة المسؤولين عن اللجان التعويضية في المحافظات كافة. نتوجه ايضا الى السيد المحافظ المحترم والسيد القائم مقام والسيد رئيس اللجنة التعويضية في مدينة الموصل للنظر بموضوع المتضررين لكونهم اصيبت دورهم السكنية او معاملهم او محلاتهم او عجلاتهم، ومنهم من فقد افراد من عائلته. فاعتيادي مفروض يعني على اللجان التعويضية تسرع بانجاز معاملاتهم لكونهم يستحقوها، لكون الناس في المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية والمتضررين في المناطق القديمة لم تنجز معاملاتهم لحد الآن حسب علمنا. لذا نتوجه إلى كل مسؤول، كل برلماني عينه على مدينة الموصل أن ينظر إلى المتضررين. هذه أمانة برقبة كل مسؤول أن ينظر إلى هؤلاء المتضررين لما أصابهم من ضرر كبير. يعني كثير من العالم يراجعون هذه تعويضاتهم ما جاية، نسب قليلة جدا، فما نعرف الخلل وين. أنا وجهت نداء للسيد رئيس البرلمان المحترم والسيد رئيس الوزراء المحترم أن ينظر إليهم نظرة الأب والمسؤول عن ناس الضرره. نطالب رئيس الوزراء والبرلمان بأن يسارعون بتعويض العالم. العالم دمرت العالم، الله وكيل. قدمنا على تعويض كل الشمال 3 سنين، يعني من تحليل لحد الآن، من 2017 لحد الآن كل شيء ماكو. راجعنا وكل شيء ماكو. انتظروا ايمت. أنا والدي شهيد بالهاون ولحد الآن نطالب الحكومة لازم تعوض العالم، البيوت، السيارات. أنا بالنسبة لنا، أنا عندي بنتي وابني، فكل تعويض ما استلمناه، بس نسمع حكي وهذه، ولكن ما استلمنا أي تعويض، ما استلمناه. قدمنا معاملات، قدمنا كل شيء، ما استفادينا. حتى عندي رابط طبي وعندي كل شيء من هذه، بس ما مستلمين كل أي شيء، أي تعويض ما مستلمه. والله قدمنا من بداية التحليل، بعد التحليل ماكو، قدمنا المعاملات، هاي تقريبا 3 سنين 4 سنين ما. تخصيص من المالية، الحكومة هي تعمل تخصيص وتقدم للمواطنين. بس احنا نطالب من الحكومة تساعد الناس، تساعد المعوقين، تساعد اللي بيوتهم راحت، اللي أموالهم راحت، اللي ما مثل ما يقول يعني يقدم بالشارع ما عندهم. أشو ما بحاجة، أكو أحد ما بحاجة التعويضات هذه، لما ما مستلمين كل شيء، بس من بيوتهم واحد، أولادهم واحد، أموالهم واحد، وما مستلم كل شيء، وتقدم معاملات كل شيء. أنا بالنسبة لبيتي إلى حد الآن مضرور، ما حد عوضني، وقدمته حتى طلعت معاملة المختار، وما عوضني كل شيء. يعني حتى المنظمات اللي جت عملت قسم منهم بالبيوت، أنا بيتي ما عملوا وظل. أشو ما صحة إعمار جيدة، والله إذا يعوضون يقدمون هذه وتعطون تعويضات الحكومة كلها تقدم، ليش ما تقدم؟ هسه عندك المناطق المهجورة من الجسر إلى القلعة كلها هاي. أنا بيت خالتي ساعوض إلى حد الآن، والله خطي قاعدين إيجار وما عندهم مثل ما يقول لقمة عيش ما عندهم، وبيتهم يقع وقاعدين مثل ما يقول هوني الله سبحانه وتعالى يسهل عليهم، ولكن ليش بيتهم راح؟ ما يعرضوهم، ما يقدموهم، ما يعطوهم.